حياكم الله مشاهدي قناة الفلوجة الفضائية بحلقة جديدة من برنامج حظك حلو مع فاطمة قيدار. شلونكم؟ اشتاقيتوا لنا؟ احنا اشتاقينا لكم وافتقدناكم، وجينا نطلع عليكم طلة جديدة داخل منطقة الصليخ، تحديدا شارع 600، حتى نسولف وياكم، نتشاق وياكم، ونتعرف عليكم. وهالمرة عندي سؤال صعب راح اسأله لكم قبل ما اسأله لجمهورنا، واريدكم انتم هم تجاوبونا على الفيسبوك الموقع الرسمي لقناة الفلوجة الفضائية. شنو هي العملة اللي يتعاملون بها دولة الصين، العملة المالية؟ فاكتبوا لنا بالتعليقات بين ما نسأل أهلنا وناسنا بمنطقة الصليخ. تعالوا نبلش حلقتنا، بداية تحية طيبة لكل رعاتنا وتحديدا معمل الشياو وفخر الصناعة الوطنية. يلا تعالوا نبلش الحلقة. حاير بالك بتعب حالك، اختار شياو طعم شياو طعم شياو شياو شياو، الطعم الراقي منتج عراقي، جرب مرة ولا تحتار، طيب مو عادي من ارض بلادي، هذا اسمه شياو اسمه شياو اسمه شياو شياو شياو، يا محلى اللمة لو جابه واسمه خير الطيب ما نختار. شياو أجواء الطعم بمواصفات عالمية وجهود محلية. رجعنا وياكم مشاهدينا الكرام، مساء الخير. هلا واني مساء النور. هلا عيوني. هلا وحبيبتي، اهلا وسهلا. مساك بخير وعافية حبيبتي. جدول وجهك شو تصير منك؟ بنتي الله يحفظها لك، شو الجمال. شكرا. منو هاي العين الحلوة؟ على امي. على خامس ما شاء الله. اي والله صدق نفس العيون. ايه شلون انا وياها نفس العيون. الله يحفظها، هي اصلا تشبهك. الله يحفظها. صدقاني شي حلوه. اي والله تخيلي، والله الله يستر عليك. بس انت احلى. نعمي انا داني احلى منك. ايش تريدين انطيك؟ لا انت احلى، انت جميله وتخبلين. الله يستر عليك. ايش اسمك؟ رفل. ايش قد عمرك؟ 11. حلو 11، يعني يا صف السادس ابتدائي. شلون شي السادس؟ الحمد لله دا اقراها. ايش ما كان؟ لا شلون مستقبل. حلو، تحبين المستقبل؟ ايه طبعا. شنو ناويه تصيرين بالمستقبل؟ ادله جنائيه او محاميه. يمه زين، منو عندك بهذا الاختصاص؟ ما اعرف. لا شو عجب انت تحبيه؟ يعني هو مستقبلي وانا رسمته. انت رسمتي لك هذا المخطط انه يكون ادله جنائيه او شو اسمه؟ محاميه. حمزة اكو احد فاتح كاميرا هنا الاهلة واحنا طالعين وياهم. ادلة جنائية او محامية، تحسين شخصيتك هي مال المحاماة؟ تحسين شخصيتك انه انتي تحاكين قاضي، تحاوري، ممكن تدافعين عن حق مظلوم؟ طبعا. لبقى. اي صدق؟ لسانك عندك يعني كلام حلو، سلاسة، لسانك حلو. اي. اي ولا ضوجك احد؟ من ناحية انه اكون هادئة. اوكي. بس اجاوبه بطريقة يعني بأدب. قانونية. قانونية وبأدب يعني. حبيبي انت كلك ادب واخلاق ان شاء الله. بتوال وجهك. خالتي كم بنت ولد عندك؟ عندي بس 4 بنات. ما شاء الله. صغيرونة؟ ايه هي الصغيرة. والكبيرة شنو؟ الكبيرة تخرجت السنة طبيبة بيطرية. ما شاء الله. والاصغر من عندها صيدلة. والاخرى 4 علمي. وهي الى صغيرونه. يعني انت مطيه مساحه انه مو اذا الكبيره طب معناها لازم الكل طب. لا هم انا يعني شلون خليت لهم حريه الاختيار، اللي شنو اللي تحبه هذا المجال تقدر تروح به. شلون كانت التربيه وياك كست؟ انت حضرتش موظفه ولا ربه بيت؟ لا انا مدرسه. حلو ما شاء الله. شلون كانت التربيه وياك وسط الوظيفه وسط الانشغال؟ والله هي تدرين يعني كل جيل إلي فد شيء. يعني مثلاً أنا بنتي كبيرة 2002، اللي أصغر منها 2005، وهاي الصغيرون 2013. ما شاء الله. الفارق بيناتهم، فكل واحد شكل يعني ذولاك الجيل يختلفون عن ذولا عن ذولا. نقدر نقول إنهم كلهم جيل الألفينات، شنو اللي اختلف؟ رغم إنهم من 2002 لحد 2013 10 سنة. إحنا شوفي إحنا يعني الشيء اللي عندنا اللي دارج إنه مثلاً هاي مال قضية إنه الحرية الشخصية وإنه بكيفهم يتصرفون وإنه هيك نسوي وما نسوي. أنا هاي ما عندي. إحنا نقعد. كيف؟ إيه موجودة. شنو اللي عندك؟ عندي نظام بالبيت. اللي هو؟ هذا النظام اللي موجود إنه إحنا شنو اللي عندنا كلنا نتكاشف.
هالشكل، ما عندنا موبايل برقم سري، ما عندنا فد شيء مسدود، اي الكل تعرف شنو كل واحد ايش عنده، ما عندنا اسرار ابدا مفضوح ابدا اي ابدا، فما عندنا شيء نضمه، فهذا هالشكل تعرفين انه شنو يعني كل واحد يعرف اذا فد واحد ها حيحيد عن الطريق تطلع على فد شيء غلطه يجي يقول ها لا ترى هذا هالشكل ده يسوي. يعني مثلا احنا قبل فتره هي شنو نزلت تيك توك، احنا تيك توك يعني ما احبه لانه ما يبي شغلات يعني صح يعني بيفد اشياء مو حلوه يعني شغلات اوفر ما يجي عمر صح لو لا. فقلت لك احنا تكاشف عندنا، فجتي اختها كبيره قالت لها انت ليش منزله تيك توك، احنا مو قلنا هذا التيك توك مو مال عمرك، اذا تريدين اي شيء قولي لي واني احكي. فقالت لها ايها هي مسحت التيك توك. صدق؟ اي والله اقتنعتي؟ هو التيك توك من ناحيه انه هو برنامج جميل بس بيه شغلات سلبيه ومو مال عمر اطفال. تحسين نفسك بعدش طفله؟ اي حلو انه انت عايشه دور الطفوله بعدش، لانه صح حقيقه انه انت بعدش طفله ولا تكبرين عمرك لانه انت بعدش حقيقه صغيرونه. صحيح صحيح. فحلو اليوم انه من اكو نصائح متبادله بين الام والبنات، هذا شيء كلش حلو. هو لازم انه انت لازم تصيرين صديقه لهم، شلون نزلين المستواهم كل شيء، شنو الشيء اللي يحبوه تبدين وياهم، شنو الشيء اللي يكرهوه تبدين وياهم، الى ان انت الفكره المقتنعه بها شوي شوي توصلي لهم اياه. يعني انا همنا عانيت يعني مستحيل تب هذا الانفتاح اللي موجود وانستغرام وفيس ومدري شنو اشكال والوان، فصوري انت واني عندي اربع بنات، يعني شوفي انا ايش قد عانيت الى ان وصلت لهي المرحله انه احكي احكي شويه. ها في مره طريقه ضرب بالتربيه؟ ابدا ما جربتي ضرب؟ ابوهم مستحيل، يعني هم عندهم الطريقه سيعرفون اني وياهم بالبيت، من ازعل خلاص امي زعلت، شلون ماما زعلانه ويانا لازم نرضي. فشوفي لا الحمد لله يعني هذه نعمة فضيلة من رب العالمين طبعا، لأن اليوم أنك تقودين أربع بنات ترى مو سهلة. أي أي يعني البنت هي كفيلة أنه ترفع سمعة أبوها العمر كله وتخليه مفتخر بيها. ولا تنسين باعي هي أنه أنت مثلا من عندك يكون فد اتجاه ديني همينة شوية تحكين بمخافة الله سبحانه وتعالى كلش أساسي. أكيد أكيد حتى البنت راح تكون عندها يعني رادع عن الأشياء السلبية خوفا من رب العالمين وخوفا من زعلتي. إيه لازم أنت يعني تخلين هذا وهذا الجانب، مو تعوف فيهم بس والله لا أنا أوفر لهم كل شيء هم شي يريدون لا اللي يزعلون، ماكو هيك حكي يعني ماكو شيء اسمه ما يزعلون، يزعلون هاي خلي يزعلون ما يخالف، بس انت عندك فشي فالطريقه انه لازم توصليهم، لان هذول البنات بعدين ايش حيصيرون؟ اكيد حيصيرون امهات، هم يوصلون هاي الفكره لابنائهم، شلون احنا نريد عاد الجيل يعني يتطور؟ شلون نريد هذا البلد يقودوه؟ صح لو لا؟ ما اسالك سؤال، والله هاي النصيحه تجنن وراح اخذها انا كام وعندي بنت وكل الامهات الصغيرات والكبار يعني الكبار لازم ياخذوها فدوى لوجهك. هذه هديه مقدمه من السلطانه لينو، باكج العنايه بالجسم عنوانها بالمنصور مقابل الحلواني. حبيبتي شرفنا. حبيبتي شرف لي. حبيبتي تسلمي. عجب ما قلتي لنا عمري، ثاني قلت لك عمرك دعوة عاد لا لو تريديها بحب بحب إيه. اوكي وين باع الحمزه؟ 1 2 3 انا وش نقولها عمري. مع السلامه حبيبتي، مع الف سلامه. باي باي حبيبي انت كل الهلا. مشاهدينا الكرام حاره الدنيا واحنا مستمرين وياكم بحلقتنا لهذا اليوم. مرحبا اهلا. شنو هالجمال؟ جمالك. شنو هالثوب هذا؟ عمري. ثوب بيت لو طلع؟ لا طلع. مرحبا. مرحبا. فدوى الوجه. انتوا ناس تعرف ناس لو لا؟ لا. اوكي هسه نتعرف. اسمي استبرا. اوكي من وين؟ من بغداد، عمره 20. حياك الله. شوفي واني المفروض اخذهم لقاء وارجع لك بس راح تخلص يعني بعد ما لحق لازم اطلع فاصل. انا هم ابوي ينتظرني. اوكي يعني انت مستعجله. اوكي لا تعال يعني يعني انت هسه انت متفضله يعني. اوكي يا ربي ترى ما كنت واضع. شلونك؟ الحمد لله قلبي. شلونك؟ الحمد لله. الحمد لله والشكر، اكو ناس كلش هواية تشارك ويانا فحتى نلحق تصلنا نصبق عائلتين عائلتي. من المحبة. تشرف. حبيبتي تسلم. انت من وين؟ شرف. بغداد. كان خلو رصافة؟ لا رصافة 7 أبكار. حياكم الله. بنتك؟ اي بنتي. ما تحسي انه هي اوفر بطولك وكبرت بنتك؟ عندي اكبر منها. شاقي. والله. ان شاء الله انت يوم. انا 85. ما شاء الله هالخلل يمك، انت لاعبه بالاعدادات. انت مبين عليك 85. اي بالضبط هي مبين علي يعني. شلون محافظه على نفسك؟ انا والله هي احنا هي الصدر وراثه هي. شيل الصدر. والله ولا حد. ابدا ابدا. طيب الدكتور. ابدا ابدا احنا هيجي. والله كلكم جميلات وصغار. اي كنا هيجي.
ما تريدون وحده قرايبكم تصير علوه؟ سلام بيك. فدوى الوجه قال لي الشرف. فدوى العيونك. انت من وين؟ انا من بغداد. خلو رصافه. لا انا من الرصافه. من نانه من نصله. من نصله. شلون اصلي خوياك؟ والله تجنن. اكثر شارع تحبيه بصلي؟ 600. اي تلوتي غير كل الاسواق بي الله يخبل. 600 اي جنن. كل شيء وكاله لو محل ما موجود ب 600. اي جنن مو صحيح. زين ايش قد عمرك؟ عمره 20. تدرسين لو لا؟ والله تاركه. ليش؟ والله ظروف. ما تحبيها انت لو؟ لا والله هي احبها بس الظروف مرات تجبر. واي مرات الظروف تغير. ايه. كل مسار حياتنا مو بس تجبرنا على الدراسه. اي لين احنا كنا بتركيا فاجيت للعراق كل شيء تغير وما قدرت اكمل هنا انا. زين انت هيك هذا 24 ساعه؟ لا والله. بس قدامي. بس قدامك. يعني تعصبيه ونار وشرار بالبيت بس. طلعتن على اهلك؟ على اهلي. مو يمي. لا لا بس انا كيوت. اي بشارع نستحي يعني ما نطلع صوت بس اكثر شيء عن طبيعي. صح بس انا قصدي انه اكو هدوء مبالغ فيه. اي مو اهلي موجودين. ما بده يخزرني. زين اريد اثنيناتكم تنطوني مثل عراقي او عربي تمشون عليه تحبوه نصيحته حلوه او نصيحه اخذتوها من الوالده او صديقاتكم. من راح تجاوبني اول؟ انطيها هديه تين قبل ما ينطيني. ها اني اكثر نصيحه فكري. اكثر نصيحه امي تقول لي اياها. حمزه خلي نسمع النصيحه اللي تقول لي اياها. لا تطين لشخص اكثر من حجمه. امك تقول لك شيء؟ اي اكثر شيء هاي تقول لي اياها. يعني ما تجبرك تعايدين عالم ما تريدي تعايديهم بالعيد؟ لا هاي شيء يختلف. اي هاي واحد بس مثلا الشخص لا تطيع على اكثر من حجمه. هو شلون تصرفه زين وياك تصير زينه، مو زين وياك عوفي. اي حلو. هيك احنا ماخذين هاي النصيحه والحمد لله ماشيين على حياتنا الخاله. بعد بيت اعشقها لامي. صدق شو تقولي لها؟ روحي من الدنيا. والله اعشقها هي وابوي. يعني شنو توصفين تربيتهم لك؟ كانت فخورة بيهم اني لان ربوني هيك تربيه هي وابوي وربت خمسه جهال مثلنا صالحين. عمري موت عليها والله. يما فدوى للي حاسب روحه هو واخوانه من الصالحين. بعد عمره الله يحفظكم ان شاء الله دائما. فدوى الوجه. فدوى الوجه. اي نرجع على عائله ال 600. انتم منين قلتي لي؟ من 600 بس انتقلت للسبعه بكار. للسبعه بكار. هنا ال 600 خلصنا وياهم بعد. بعد نصيحه لو مثل. مثل ما يسوق مرضعه سوق العصا ما ينفع. ما يسوق مرضعه سوق العصا ما ينفع. تمشين عليه ويا الناس؟ طبعا بس هيك وهيك. يعني مثلا هيك وهيك يعني مرات يعني مثلا امشي على تربيتي على اخلاقي مو صحيح على اهلي ربوني عليه امشي عليه. تشوفين المال شاره بعد شو تسوي؟ شو اسوي له يعني اذا لا طبيعته هيك شو تسوي له؟ ما تغيري ما تقدرين تغيري طبع بعد بالبدن ما يغيره الا بس تشوفين. اي علي مناني كاتله روحي لما هو يموت ابتعد عنه وعيش طبع بشر ما يتغير طبع بالبشر ما يتغير طبعا. يعني كل شيء تشرفت بيكم فدوى لعيونكم واخذت من عندكم الامثله والنصائح وحلو اليوم احنا حتى نتعرف بما انه ببرنامجي انا دائما اتعرف عليكم شو تحبون ما تحبون شنو اهدافكم فحلو اليوم اتعرف على النصائح اللي انتم مقتدين بها بالتالي انتم تعنوا لي يعني انا برنامجي ميداني فعلى تماس مباشر وياكم فتعنوا لي يعني تعني لي النصائح اللي انتم تمشون عليها كلش حبيت فدوى لعيونكم هذه هديه مقدمه من شركه ريح البراري باداره عماش طه وعلي الكبيسي بالعامريه او دور السود بالمنصور تذكره الك لاقليم كردستان الوحده من المحافظات تذكرتك مجانيه واهلك حيدفعون فلوس ما علينا بيهم فدوى الوجه عمرنا عمرنا بعد قلب وهذه هديه هاشر ابكي هسه شفتيني لا ابوش دايني ايش سويت مو ابوي يجي ينتظرني مو غير اكمل لقاء حتى حبك وتروحين بعد عمرك اي تصالحنا بعد قلبي صح هذه هديه مقدمه من رسل العزاوي سبا بالعامريه عنايه لاظافر قدمك العفو او ايدك بالف عافيه عليك بشارع العسل تقدرين تزورين تسلمين قلبي شرف حضرتي فدوى فدوى عمرك فرحت بيكم عمري 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 اشوفكم بخير بعد عمري. روحي لابوك ركض اردب وعليك شنو انت وراي بعد وياك مع السلامه حبيبتي الله وياك شرفنا حبيبتي تسلمين مع السلامه مشاهدينا الكرام احنا مستمرين وياكم بحلقتنا حاره الدنيا يا اخي يعني انا اريد اذكر حلقتنا لهذا اليوم Hello.
حياكم الله، شلونكم؟ تعاي منا تعاي منا، شو اخبارك؟ الحمد لله وخزيني، شلونك؟ شو اخبارك؟ الحمد لله بخير. من وين انت؟ شلونك؟ من بغداد حي البساتين. زينه، انت شلون؟ الحمد لله. طبعا عمري بساتنا تريد تطلع وياك، متابعتك كلش. عمري والله قالت الا احكي ويا فاطمه. انت شو اسمك؟ ثريا. الله اسمك يخبل. مين حبيبتي؟ انت غزل. غزل وثريا. انت يا موالي 2002. انا 2010. الله يحفظك ان شاء الله. منو اكثر يما، منو اكثر شخص يما؟ الفلتر غير احوالي يعني. انا منو اكثر شخص بالدنيا تستقبلين منه نصيحه؟ ماما. تعالي شوي خلي يفوت عمو، عاشت ايدك. حياك الله. على راسي، الله يسلمك، انت الاحسن. ماما اي اكيد. شنو دائما؟ دائما تنصحني نصائح وتطلع من مكانها. يعني قصدك تنطيني البلاوي مقدما، يتي لا تسوين فلان شي ترى هاي هيك. لا، ومرات تنطيني نصائح على فد اشخاص صدق تطلع بالمستقبل حقيقيه. وايد تقول لي، اقول لك انه مثلا يما لا تسوين هاي الشغله ترى ايش تاليها، او باللي يعني بالمستقبل نكتشف انه كان حكيها صح وتصرفها غلط. اي والله ارجع عصفن على امي. يما ايش دعوه كل شيء تعرفين من وقت؟ اي والله صح، يعني مرات العمر عليها شلون تعرف قبل لا يصير الحدث انه تعرف ايش صار. يمكن يكون هي بنت نفسنا، فمرات بعده التجارب. صح اكو جيل مختلف، صح اكو جيل مختلف، وصح اكو صح اكو جيل بيناتنا، وصح اكو ناس واهل وهوايه فارق عمر، هوايه فارق خبره، بس تبقى من عندنا. اي اكيد. توجي لك انه الله لا يحرمنا من عندها، واحنا وصلنا لهذا المستوى انه تفضلها. اكيد هي فضلها فضل بابا، واكيد ما ننسى لهم يا ابي. يا رب دائما يا صاح. انا دا اقرا ثالث. وليش هيك مستاءة؟ اي تعبانه نفسي. اي هاي شفتي الوجه الحلو هذا يحفزك ترجعين تقرين تاكلين الفيزياء. اي احب الفيزياء لان اختي تشتغل مساعده مدرس فيزياء، فاحب. اي الله يوفقكم. اسالكم سؤال. يمين حبيبتي. اي اكيد. سؤال الحلقه لليوم لازم تجاوبون عليه. اي اكيد. شنو هي العمله اللي يتعاملون بها الصين؟ ما اعرفها، ما سامعه بيها والله ولا سامعه. والله ولا اعرفها ولا سامعه بيها من الاخير. ها ما سامعه بيها. عندك اختياره؟ اكيد. من مره واحده لازم تجاوبين الصح او الغلط. اوكي. الاختيارات تقول يوان، روبل، لو يورو. ديوان. ديوان شو اسمه؟ ديوان. يوان. يوان. اوكي. يوان. انت متاكده لو تخمنين؟ لا مو هو يعني نفس لغتهم حسيتها. يوان. ما ادري، ثبتوا. ثبتنا. احس تثبيتكم مو من قلب. لا لا يوان. اريد تثبيته بحب. لا ها هي يوان. اريد تثبيته بطاقه. يوان. والله يوان. والله يوان. والله صح. اي هوايه سالت ناس اليوم وما عرفوا يجاوبوا. انا حييك والله. شكرا. والله لازم تصفقي لك. وانتي هم تصفقينها واني هم اصفق لك لان ما حد. شكرا. صح انتي خمنتي بس على الاقل صح. اي اي اي. هذه هديه مقدمه من السلطانه لينو بالف عافيه، باكج خاص للعنايه بالجسم والبشره او الشعر بالمنصور ومقابل الحلواني. يعني شكرا حبيبكم. تسلمين. الف هلا. تسلمين قلبك حبيبي. شكرا حبيبي. كل الهلا. مشاهدينا الكرام تعالي يا عمري، شلونك؟ شنو اخبارك؟ اي ظلوا صوروا بي، ظلوا اريدها هاي تسوي لي تاج. ها اوكي يلا اخذي صوره على راسي. على راسي. انا امنيتي من الحياه. انا هم كلش احبك والله. مشاهدينا الكرام أنا الله يساعدك. مشاهدينا الكرام انا مستمره وياكم، اخذ صوره واجيكم بعد الفاصل. رجعنا وياكم مشاهدينا الكرام بين اهلنا وناسنا من منطقه الصليخ. شلونكم؟ سولف وياكم. شوكم صافنين ضايجين من الدنيا؟ ايش دعوه ليش كلكم صافين حتى ولا واحد بيكم دا يسولف؟ ضايجين. ما ضايجين، قاعد نسولف. اقول لك تعال تقرب على اختك. شو مو اختك؟ ليش تصير عمي؟ ها عمي. اكو خلل بعدادات العراقيين كلهم. ايش قد عمرك؟ 11 سنه. 11 سنه لو سنه يحكي سنه. انا 24. 24 يعني مواليد 2000؟ 2000. الله يحفظك. وانتي؟ 16. هم عمك؟ ايه. شلون وياك؟ زين. يعطي فلوس لو ما ينطي؟ والله صراحة تنطي. صراحة ما ينطي. صراحة ولا ربع؟ لا. أبد. أبد. شو تقولي له؟ عمي هو الوحيد فما بحش. هو الوحيد ما شاري. ماكو؟ لا. زين أهلك شلونهم؟ زينين الحمد لله. انتي كبيرة صغيرة؟ أنا الوسطانية. مظلومة ولا لا؟ لا. شلون مدلليك؟ ابويا مدللني.
شلون طريقه الدلاله؟ شلون يعامل؟ يعني يعاملني بادب واحترام وما يرفض اي طلب. صدق والله. يقولون الوسطاني مظلوم. لا بالعكس. وانتي؟ انا صغيره اخر عام نزر القعده. ايه شلون يعاملوك؟ لا الحمد لله. ايه ايه مدلليك؟ ايه ايه متراضين متصافين؟ ايه ايه. زين انت منين؟ من بغداد. ايه يعني من الشعب. يعني ايه شعب بغداد ليش ارتبك؟ ايه ايه صح؟ ايه لعن ايه بغداد تريدين تغيرين المنطقة بكيفك؟ لا لا من بغداد خلاص هاي نتفق على الشعب؟ كلش قد تجول الصليخ اذا انتم من الشعب؟ احنا بين فترة وفترة يعني كلش قد شون؟ كل اسبوع نجي هنا يعني ناكل مواطه هيك يعني ناكل. يدفع الحساب؟ انا والله اليوم علي. اليوم علي اول مره بحياته والله العظيم. شنو؟ هو جدي. مره انا جدك وين؟ هذا بالسياره. روح سلم على جدي عادي. هو يصير جدك لو يعني ابوه ابوي انا ازرق قاعده مو ذولي ولد اخوي. شلون؟ والله والله علس قال ذولا ولد اخوي ولد اختي. ولد اخوي ذولي بنات اختي. بنات قرايبك قرايبك قرايبي هسه شو يصير انا منك احكي لك بنات اخوي ولد اخو بنات اخوي راح اسلم على جد عادي تقول لي ان عمري انا عمر لا طلع كيفك يلا عمري يلا اقول لك خلي اسالك سؤال واعطيك هديه اروح لجده اهي شو يصيرون منك بنات اخوي بنات اختك بنات اختي في البيت قاعدة انت كخال تصرف لو بس عم لا كلهم اشياء كلهم اطيب بس هم ذولي ينكرون جميل لا لا ما ينطي ولا ربع ما ينطي لا لا يحب يمدح بروحه ما ينطي والله لا يصبغ بروحه ها ادافع لك من تعطيني مجال شو لا لا والله ربع ما ينطي عود اقول له انت عامل دافع له لا والله ربع ما ينطي والله ربع ما ينطي قوم تحبيها شويه ما يشبيك انا الموطه ما تخلى حلوه والله ربع ما ينطي اقول له عند عود انت عمي الوحيد وهاي ما ينطي ابد جيب لهم هسه موطه عليها ملح والله صدق انجليزي هم مجموله على تغزر حتى شي ملح يغزر انا عندي هيك عم حلو والله حباب خوش عم اي وفلوس ما يطيب فلوس ما يطيب فلوس وهم شي الاخلاق ما يطيب فلوس بس اخلاقه حلوه بما ان احنا سالناك مرتين شي يصيرون منك وعرفوا الجواب صحيح راح نعطيكم هديتين والديك هذه هدية الأولى رحلة من شركة ريح البراري بس لك عمي هاي الهدايا ما ننطي ذولاك الناس اللي يحجون عليك ليش شنو اللي يحجون عليه هو الصراحة حلوة صراحة احنا ما نتهم ايه ايه يعني بس الصراحة هو ما ينطيني ما ينطي فلوس صراحة طلعهم وكلهم يعني يدفع فلوس لك انا طلع ذاك ما طلعتهم هناك واكلتهم حبايبني وقبلهم طلعها يعني يا الله جده وكلني يا الله جده دفع وانا انا وابوي اجيب واحد يا روح عمي هاي كلاوات هاي كلاوات قول يا والله جيب واحد انا يا الله عمي اجي اسالك اجيك انا جايتك هاي هديه من شركه ريح البراري رحله الكردستان تغير بيها جو تخلص من هذول اللي ينقون عليك مجانا اوكي وهذه هديه من جمتي انتي تنطوها لاخوكم لو طول عمكم ورايا اوكي شكرا هم لك الهدية سيدي اوكي خل روح اسال عمي والله انا قلبي لعب ولازم اتاكد مع السلامه قعدي خلاني اروح انت قعدي لا تجين انا اروح له تقعدي قعدي سكتي خلاني راح اشوف من اللي يصرف الله يساعدك عمو شلونك شلون صرتي يعني شلون صحتك الله يرضى عليك شلونك خاله حلو حياته لو بيحتاج تطيرين مني عمو شنتي الله يحفظها لك حمزه انزلي شويه ها اوكي رجعتك صايره لا عمو رحمه الله شلونك الله عليك يصرف ابنك لو لا ابني لا احنا الحمد لله عايشين عيشه بيناتنا نتعاون ماديا يعني انا راتبي هو اسبوعيه يشتغل عامل جورة لبنان وانا نائب متقاعد راتبي التقاعدي يكفينا خير من الله خير من الله بس هو ايش يقول انا اصرف على بنات اخويا هو يصرف لاخذ من عنده كذاب من عندي كله يقول عليك كذاب كل الفلوس من عمه اخذوا الهدايا بناتكم طلعت الصراحه يعني هسه كل من خير كل الحمد لله الله يحفظك ويبارك برزقك الله يرضى عليك ورزقك صحه والعافيه جاء القران انت الله يسلمك الله يرضى عليك الله يرحم الله والديك شلونك الله يسلمك شو اخبارك والله الحمد لله زين ايش بتنزلين يومهم يقول لك عازمهم على ايس كريم ومعزوم وينك وعمو عزمنا عمو عزمهم وينك عمي كذاب يروح للنار دافع الفونص الك ومرتك وجهالك الك هاي بالفونص هو ومرته وجهاله اي قال انا ومرته وجهالي هو متزوج اي بس لا ما يصرف على مرته
كل عمو. كل عمو، الله يحفظك عمو، خليك لهم ان شاء الله. الحمد لله. حبيت اني اتشاق وياهم وياكم والله. البيئة والحمد لله. صحة وعافية. عايش وعايش. صحة وعافية. ومداريهم مربيهم عين عليهم. الله يسلمك ونشوفكم بخير. وعافية وصحة وسلامة، هذه هدية لك. لو اعطيها المرت هذا اللي ما يصرف. لو تضحك لو إلك بالعافيه تستخدميها لتوما العزاوي بالمنصور تروحين تزوريها ترتب لك وجهك الحلو. تسلمين انت احلى فدوى. مع السلامه. حياتي مع شوفوا السلامه. هلا بيك قلبي فدوى وجهك. مع السلامه. السلامه عليك. شوفك بخير. الله يحفظك. الله يسلمك فدوى عينك. مشاهدي رجعنا طوال مشاهدينا الكرام بين ما اظل حاقد عليك والله دافع الفونص دخيل 10 اشخاص دافع لهم الفونص. احنا مستمرين وياكم بين ما نحل الايس كريم من راح يدفع حسابه. فاصل ونرجع لكم. اطيب طعم من شياو يبرد ويرتب الجو يومك احلى وكلش اشهى خلي ببالك دوم شياو حل حياتك وطعم طبيعي عيش دقائق بنكهه بديعه جرب شياو من اول مره راح شياو تعني كل شي مناسب انت اختار وكون الكاسب كلنا هنا حبينا شياو نكهات عجيبة وكلش واو حل حياتك بطعم طبيعي عيش دقائق بالنكهة بديعة جرب شياو من اول مرة رح تلقى الفرحة كل مرة هلا بشياو البارد ايس كريم يا بجامد لجل عيونك اشتري واحلم بك وانا قاعد مساء الخير. مساء النور. شلونك؟ والله الحمد لله يا رب. دائما شنو يصير منك؟ منو؟ اللي بصفك صديقي. مبين منو؟ صديقي والله. اوكي شلونك؟ الحمد لله بخير. شنو اخبارك؟ الحمد لله على الله يا ربي. دائما صاركم ايش قد اصدقاء؟ هواي يعني 8 سنوات. حلو. وشلون تعرفت؟ والله بالمنطقه. اصدقاء منطقه جيران. اصدقاء اي جوري بجوبي. تحكي لي الصدق لعد شلون تعرفت بتشوبو؟ حفله مال تشوبو صارت يمنا وصارت العلاقه مشت. تشوبون لو قاعدين على جهه؟ تشوبين تشوبو عندنا شده مال تشوبو. عندنا شده مال تشوبو. حلو. وياهم؟ اي احنا وياهم. زين شلون شنو الاشياء الحلوه بالتشوبو؟ احكوا لي شويه عنها. من يحكي لي عن التشوبو اكثر؟ والله التشوبو تراث قديم. زين. يعني اجدادنا القدماء الشياب هاي فشيء حلو يعني مو تراث من القديم. يعني اهل الانبار شايف هاي الهبه هسه على التيك توك شلون يشدوها دائما. هاي يسموها اللعبه. الواحد الاثنين شنو يعني؟ اشرح لي شوي. عروساني يعني شنو؟ هذا اللي يلعب بالشده البنص يوقف يأشر له بالطبل مثل يأشر له وحده يأشر له اثنين لعبه يعني هو يخمن اشرح لا 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 العروساني هو يتحكم بالكل يتحكم به هذا اي والله فتشوب كلش حلو كلش حلو خصوصا حبيتوه انتم كلش حبيناه لان هم صوروا طبعا تحياتنا لهم لكل الشباب اللي دائما يسوون هذه الشده تسميها شده مال تشوبي شده مال تشوبي لانه بصراحه حلوه تنطي طابع حتى للدول العربيه المجاوره انه هذه الرقصه المعروفه او الرقصه التابعه او الدبكه التابعه للعراقيين اشتهرت هسه بكل الدول يعني حتى للسعوديه دزوا على واحد من اصدقائنا سووا حفله هناك صحيح هو انا هذا قصدي انه صارت اكو نظره حلوه عن تراث دبكه صحيح. قديمه تخص العراقيين يعني حتى الاغلبيه هسه البنات تصميمهم صورهم ان شاء الله كلها تشوبي كلها تشوبي واشتهر الفنان جاسم الفداوي خلي يسمعني ابو يوسف الغالي دائما انتم دائما تكونون من ضمن الشده يعني يعني نسلي نفسنا نتونس وهاي نطلع مو شغل لا 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 ما اخذها مهنه لا 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 مثل صديق يصير عنده عرس قرابه المعره ايه على المزاج نطلع ويكون في يوم يزورونا عيني الله يسلمك احنا حمزه ما يودينا على تشوبو ونسى خلي حمزه يوديك بس تصوير لا لا كون انت تصورهم حمزه وتعوفني اطلع بيهم حلقه بدالي انطيك صورتي نطلب من عندكم تجونا في يوم تشرف والله والله العظيم شباب روحوا سووا لنا تقرير حلو على التشوبو يجوا اي والله فدوا لعيونكم زين اتمنى تزورونا ان شاء الله يا ربي تصير عندكم فد مناسبه حلوه ويزوروكم شباب قناه الفلوجه على راس الله يسلم راسك انتم من وين احنا من بغداد الراشديه منطقه راشديه نفس المنطقه شلون هالراشديه والله حلوه يعني منطقه مثل ما نقول يعني عرب يعني واحد يستعمل زرع اكو شيء بساتين شاط بساتين حلوه يعني انفه من بغداد صحيح بغداد حلوه بس خنقه شوف خليني اقول لك على شغله دائما العاصمه يصير بها كثافه سكانيه فتكون مكتظه بالسكان و
ازدحام ودائما هوسه، فتحس نفسك خصوصا اللي عايش بالاطراف يحس روحه يرتاح. مع احتراماتنا لبغداد، يعني احنا منطقتنا مناطقنا يسموها عشائريه، يعني ما بيها دقات العشائريه المشاكل ما بيها احنا ما بيها يعني احنا واحد يستحي من الثاني، اذا صارت مشكله تنحل ماكو خلال 10 دقائق انحلت. نعمه ما عندنا هذا الشيء. بس شاي بس نصرف شاي، يشرب شاي ويطلع. ماكو هاي مليار؟ لا ماكو. حلو هذا الشيء. على فكره اغلى شيء بيبسي ب 500. هاي اذا المشكله كبيره، اذا مشكله قويه يعني باكيت زلابيا كل شيء ينحل. على فكره هذه نظره حلوه. أيوة عن عشائرنا باهل الراجديه. بس انتم ما تزورونا ليش؟ انت ما تقدر بس علي، كل ما اقول لك على منطقه تقول لي بزور. اي تعالونا فد يوم. انا اجيك على راسي، بس تعرف انا ترى موظفه صغيره، غير عندي مخرج ويطيني. بس كلها بيدش ياتي. والله مو كلها بيدي، والله فاهمه. هذا استاذ حمزه خليج. هو اي ترى هو المخرج، مالي المخرج. نتمنى ترى مقدم فقط. صحيح؟ ايوه على راس. بس بيدي لو بيدي. والله يعني بعد ما ترى حتى الصوره بيده، يعني اذا احنا قلنا مو بيده ما يطلعنا انا يا كسود. لا كنت بيدك. تقول لك نجي. أنا نشرب بيكم. فدوى لعيونك. احنا من متابعين البرامجكم الحلوة. الله يسلمك. وشي يعني شي مرتب وحلو. والله احنا نتشرف انه جنابكم تتابعونا. أيوة. تحياتنا لأهل الراجدية، لانه انت نقلت لنا صورة عنهم حلوة انه هم صح مجتمع عشائري لكن رافضين فكرة الفصل والمشاكل. هذا الشيء على فكرة يرجع روح العائلة بين العراقيين. بالمناسبات بالفواتح يعني الصديق الغريب قبل ابو البيت، كل شيء جهز. يا عيني والله العظيم يعني تختلف الامورنا كلش حلوه والله. زين انتم عاده كل اقاربك ناس بصف ناس؟ لا لا لو عادي كل يعني كل عشائر، يعني كل عشائر الزيدي الحيالي. انت يعني اقاربك ولد عمامك؟ لا انا الاغلبيه ببغداد. مو هناك؟ اي لا الاغلبيه ببغداد عندي. زين اكثر هيك فد منطقه او مكان بالراجديه تتونس هيك تغير مزاجك بيه؟ الصراحه يعني والله يم اصدقائنا. صدق والله يم النهر يم الشط هيك؟ يم الشط نروح يم اصدقائنا. يم مدليم اكثر شيء. مدليم حياتنا. مدليم انت تروحون يم مدليم تتاكلون عيني كلها؟ يم اهل الصياني يسمعون اهل الكرم. اي اهل الكرم اللي يطب ماكو. ما عنده شيء اسمه ماكو عشاء خفيف. عشاء خفيف 4 كيلوات لحم. ما خوش عشاء هذا. شو ما مبين العاد عليك؟ ما هنا. شو دليم مو كلش مداري والله. ما لا زينين وياي يحبوني خلي يسمعوني. حياتنا هنا. لا ياكل هواي. ياكل هواي ما يبين بالطول. وانت بس الشم هوا تسمع. ايه الحمد لله. لا الحمد لله. متزوج؟ ماني بعد ما متزوج. بعد العافيه. يقول لك اللي يتزوج يسمن بعد ما اعرف. شنو هاي؟ اي والله هاي هم يقولون والله تجي عافيه. هاي الدليم والله الدليم قال لي اقول الزوج حتى تسمن. تحياتنا لعشيره الدليم. عندهم مبدا انه دائما لازم الصغير يتزوج. عندهم كرم مو طبيعي. عندهم حتى الشياب ما شاء الله وحده ما يقبل اثنين ثلاثه. والله روحهم خضراء. الله يشهد. يعني يتزوجون ثلاثه؟ اي والله. يعني تقولي له مره يقول لك ايه الف رحمة على والديك وصلت للعله. يا ربي معود راح يخلصوا لنا مشاكل وياهم. لا هي راح تقب اليوم. ايش سويت انت؟ يسمعون للشيوخ اليوم تقوب. هسه يعني عرفك ونسوان ومتعرفك تقطع علاقتك. هسه راح يخابروني بس يشوفون البرنامج. الله يحفظكم ويحفظ كل عشائرنا ويستر علينا وعليكم. قناة الفلوجة على هاي المبادرة الحلوة. الله يسلمك. اسألكم سؤال. إيه. سهل لو صعب؟ والله سهل. والله حارة واحد ما له خلق يفكر. وطريق طويل. راح ترجع للراجدية؟ نتعشى ونرجع. يوميا نتعشى هنا. تحب صليه؟ اي والله. لان انا من بغداد اصلا، يعني من بغداد يعني من منطقة الشعب. حياك الله والله وحيا الله كل اهل المحافظات اللي يجوا. ان شاء الله كنا اخوان وماكو فرق. طبعا بدون نزاع يعني. اي والله. يلا نسال سؤال، لا تغير الموضوع، اسالك اسئله. يلا. يا الله توكلي. يلا بما انك ما متزوج وبالك صافي والعقل مرتاح. يا صافي. ما مرتاح. شنو هي العملة الصينية؟ الفلوس اللي ماك حد يغش. بعد ما وصيتني. انا خطار تغششيني ما صار. خطار ودلي ما مقصرين وياك. ايه ودلي على راسي. عوفونا من الدنيا. هسه تجاوب ونرجي ترجع تلقى مسوي لك طبيب. العملة الصينية؟ طب انت ميز تبغى على صح؟ كون جون ما اعرفه. كون جون. جون جون ما خيارات اعطونا. ضروري يعني اختيار؟ ايه ضروري. لا تقولي لي اذكر يعني ذا بالاختيارات. ولا ما عرفته؟ انا ابن عمه بالصين بس شلي حق اخاف. هسه بدق علي. ما عنده رصيد. ما عندك نت. اخويا بالغيره. ها خيارات نقول يلا. اوكي 1 لو
الروبل لو الجنيه المصري. لا الثاني اختيار الروبل. واني بس قولي لي الاختيارات اعرف وبس تعطيني طرف الخيط. شلوني قدامك يا رب وجوابه صحيح. يا ربي لا جوابك لا. لا الاول. شنو الاول؟ اعطيني كلمة مفيدة. روبن قلتي لي؟ لا والله أنا قلت الثاني وأنت خطأتيني. على الثاني. عمي مشاهدينا أنتم شاهدين إذا أنا خطأته أنا أخسر لك اللي تريده. الخيار الثاني. الخيار الثاني خطأ. الثالث. أمامهم والله أنا قلتهم بالتفاهم. فوزين؟ أنا حفوزك صغير شعر قلبك شوية. طريقك بعيد شي رجعك إذا ما ظلت تفكر. وراح أحشيهم. على حسابك؟ والله ما أعرف لا العامر اليوم عازمنا. حلو أنت بحجة العشار يومية ذاك لك سن عشيرة وتتعشى. ما يطلع إذا ما يجون عليه شو أسوي لهم؟ لا يطلعون والله. أنت تعشى وقول له والنعم منك. أنا أتعشى على واحد. أنت شو وقت تعشيهم؟ أنا والله كريم. لا مو بعده بعدين. ما متزوج. ما متزوج. مدللين هم لحد الآن. كم واحد أنتوا جايين من الراجدين؟ إحنا خمسة. الله يحفظكم إن شاء الله كل واحد من عشيرة؟ إيه زيدي. وعامري ودوري وحيالي. والله والنعم حياكم الله ونورتوا بغداد. هم وينهم؟ شو تعالوا اللي جوا الله العشاء عليهم. وانا ما شارب بالله عليهم. اي والله عليهم صح. يمشي قلت لهم قالوا يلا نروح نعشيك. جاي وشافتك فاطمه قيدات تعطيك هديه مدلل. والله مدلل بزر القعده. اي والله قولي هديه بس هسه انت جوابك غلط. اي وما راح اقول لك الجواب. الجواب لا تقولي لا. تابع الحلقه وتشوف للنهايه راح اسال شخص غيرك وتعرف الجواب الصح. انا قلت الجواب الثاني وبعد ما اعرف. مشاهدينا الكرام انتم تحكمون بيناتنا. واذا طلع جوابك غلط اجيك للراشديه تعشيني. والله مو تعشيني يم الدليم تعشيني. والله يمتي. هاي اتفقنا. هذه هديه مقدمه لك ما ادري شلون راح تستفاد منها بس يب بغداد من علي الجبوري. كل ما تجي تتعشى تروح تهضم بالسيديه تدخل جيم. تفيدوني. اني تشرفت بيك. هذا اشتراك شهري من جيم تي ان تي. اشوفك بخير وسلامه. الله يسلمك وسلمنا على كل اهلكم وان شاء الله من موفقين وموفقيه. ممنونه. شكرا لحضرتكم وللكادر. بس طلب واحد مالي عمري ما قلت فيه اللي ما يقبل. لا دائما يقولوها. شلون؟ لا هديه عليا هو. هاي من عند القناه مو لكم. العشاء عليك والهديه له. احنا ما نطلع بدونه. لا اي شوف انت تونسهم. ما يقدرون ذا. الله يسلمك شكرا. وجدا واحنا وياك ومن الداعمين لك. اتشرف. انسان يعجز اللسان عن وصفك انت والاخوه. وانا حمزه على الراس. الله يسلمك. الله على هذا البرنامج متابعينكم الله كنا يعني. اتشرف اتشرف. شيخ الديدان القناه. عيني. شوفكم. عمري. صارت ما تطلع عفويه عمري لان انتم تطلبوها من عندي. مشاهدينا الكرام. احنا مستمرين وياكم بحلقتنا لهذا اليوم بين اهلنا وناسنا بمنطقه الصليخ. اروح لها لو تجيني. شلونك؟ زين الحمد لله. شخبارك؟ نوقف والله زينه. انت من وين؟ اني منا جايه بس خطاب البيت جدي. تدرين كان واحد من اهدافي اشوفك؟ صدق؟ مو انا مسويه لوحه كل سنه مال اهداف فكنتي انت من لوحه الاهداف. اي والله. والله. انا حلوه وحبابه عندك؟ جسمك قشعر من شفتك. عين اسم الله عليك يا امي. انت شو اسمك؟ اسمي نبى. نبى انت وين ساكنه وليش جايه خطار؟ اهلي راحوا يعني بسفره وانا اضطريت اجي خطار يم بيت جدي. مجبوره. زين ليش مجبوره؟ تعي شوي عني عشان لا انا احب بيت جدي بس تشوف وسطي فتره عدليها. لا شلون هذول بيت جدي ترى ها؟ اختلفتي علي ترى مو انا قلت مجبوره انت. تعالي يمي شوية. هاي عيونك لعدسات؟ لا عدسات ما احب عيون لوني، لون عيوني. عيونك شو لون؟ عسلية. اكو واحد ما يحب اللون العيون العسلية؟ ما ادري، انا احبهن بس يعني احب هاي الالوان اللي تمل على الاخضر على الرصاصي. اي بس حبي عينك لان اكيد جميلة. صدق؟ والله. ترى استحي ها؟ لا يا عمري تستاهلين ان انت احد يتغزل بيش لان الله يستر عليك حلوة وحبابة وصغيرة. انت هم حلوة. يا عمري. زين اقول لك انت ليش ما سافرتي ويا اهلك؟ انا قبل يوم رجعت من دهوك. هاي يعني ضامنه سفرتك متونسه؟ ضامنه اكيد. شبعانه. فمالك واسسه تطلعين؟ لا مالي واسسه تعبت، الطريق يتعب رحنا بسيارتنا. صح متعب شوي اكثر من 6 ساعات. اي لا 7 ساعات. اي شوفي دهوك بعيده. كلش بعيده. زين شنو هو هدفك بالحياه عدا انه انت شفتي فاطمه قيدار فانت لازم هسه تتحفزين يعني انت اهدافك تصير؟ اي هاي السنه حققت نص اهدافي. غششي.
يعني كنت ورا الامتحانات اخطط اروح سفره لدهوك، كنت اخطط اخذ براندات. يعني قصدك تشترين ماركات؟ اكو براندات ببالي احبها هوايه، اي يعني هواي اهداف ببالي ما ينحكين. قصدي انه انت من الاهداف اللي حققتيها انت تريدين تشترين كذا براند واشتريتي؟ اشتريته. ها حلو، زين انت لما تشوفين حمزه، مو حمزه يقول لي لازم انت هيك عافيه هسه بقى. يا هو حمزه، هذا حمزه. اي صار قد اتمنى اشوفه كله حمزه حمزه حمزه. غير هو المخرج مالتي، غير هو ينطيني اوردر واني اتشارك. وش مخرج؟ شكرا والله تسلمين. زين شنو هدفك كدراسه؟ هدفي أنا هواية أحب الطب، بنفس الوقت أحب الهندسة. زين. أي فيعني هم يقولون الطب أحسن من الهندسة. زين. أي فأني يعني اللي حاطته ببالي أصير بالطب، أشغل بمجال الطب. حلو. زين، شنو هي النصيحة اللي سمعتيها بهذه دنيتك أو بعمرك الصغير وماشي عليها؟ هواية أسمع نصايح. وحدة مشيتي عليها؟ خالاتي، مرات عمتي، مرات امي. شو يقولون؟ اي هواي ينصحني، يقول لي يعني اللي تريدين بيه حققيه، ما حد ما يقدر يلزمك عن هذا الشيء، انت هنا بالدنيا تحققين اللي تريديه. الله، حلو هاي النصيحه. اي اللي هي تعتبر تحفيز وتشجيع لك حتى تحققين هدفك. اي وبابا هم هواي يوقف هواي بالدراسه، يعني هو لين مكمل يكمل دكتوراه، فيعني من النوع اللي يحب الدراسة ومتشدد بالدراسة. فموافقك انه انت تدرسين وتريدي تحققي اللي تريدي؟ اي خطي ويريد يوصلني. زين شنو النصيحة اللي انت تحبين تنصحين بها اي بنوتة تشاهدك؟ بشوفين شلون شلعتي قلب حمزة، انا اعدلك ودي تندارن علي، ذيك راح يطردني ويعني يختم الحلقة وارجع البيت ينصحني. كلش ضاج مني. مو لان انت ما تنطين وجهك للكاميرا، الكاميرا زعلت. شنو هاي؟ لا كل شوي يزعلون مني. يلا خلاص، لا عاد هسه البروفيل هيك عافيه وجه علي. اي بطله يا امي. اوكي اي شنو النصيحه اللي انت ماشيه بيها بحياتك انت تحبيها او سوري اللي تنصحين بيها الناس؟ انصح الناس تمشي هي ورا احلامها، ايش قد يحاربوها الناس، بس يعني هو هذا الشيء حلم، المفروض ما حد ما يحرمها منه، فيعني كل شوي تحقيق الاحلام. يعني قصدك انه اذا بنت عندها هدف لازم تسعى له، تسعى له مو من اول وقعه. انا هواي وقعت، كمثل هالسنه وقعت بامور بس قلت يلا اقدر اتخطاها، هاي الامور فتره وتعدي. قدرين تتخطين هاي الامور؟ 15 سنه وتخطيتي؟ لا اقصد يعني من ناحيه الدراسه. اي مثلا يعني قصدي صارت عندك ظروف وتخطيتي؟ تخطيتها، اقدر اروح للاحسن، الاحسن ما واقف، الاحسن هي انا دا يمشي دمشي وياه. حلو، حبيت صدق والله. أهم حبيت، احب هاي دائما اقولها بنفسي، الواحد ما يوقف لازم يمشي، الحياه بدها تمشي. عفوا عليك، ما توقفين ابد. لا ابد ما اوقف. حققي احلامك واهدافك ان شاء الله كل شيء يتحقق. شو تشوفين نفسك بعد 10 سنين؟ طبيبه. هاي يا روحي طبيبه. تصيرين بجد بجدك؟ يعني اني ببالي يعني صح تقولون مسخره يجوز طبعا مو من حقنا. اي بس انا احب التشريح. اوه صعب صعب، نحتاج لمعدل عالي. اي من حيجيب المعدل العالي؟ اني. يا رب تتوفقين، ويا رب يا رب يا رب يفتحها بوجهك، واي شيء انت تريديه يصير لك، ما دام كنت اني من اهدافك هذا الشيء كلش ساعدني على فكره. أي. وحسسني جد انت تحبيه، خجلني صدق والله. اني بحيثاني درج فاني واقفه درج من دحكي وياك. اي يعني فكرة انه انت مخلية اسمي من مخططاتك هذه السنة تعني لي. انا عندي لوح اكتب احط الصورة اللي اريد احققها، فأتيش انت الصورة من هذا اللوح حاطة صورتك. بيج هاج يعني عادي؟ مو لا اكيد عادي، كلش فرحت اني، ما تدرين ايش قد اسعدني هذا الشيء، واتمنى اشوفك بالمستقبل طبيبة. راح اذكرك يا رب. انت هواي حفزتيني، انا احب الناس اللي تحفزني. يا عمري لا تقدرين. الناس احبهم ان شاء الله. يا عمري انت هسه شنو ما تطونا هدية على هذا الكلام الحلو؟ هذا الكلام الحلو ما عليه درجة؟ ما عليه درجة؟ حمزة يقول ما سألتي السؤال، أسألي السؤال ولا؟ سألي. سهل أو صعب؟ أي شي بكيفك عادي. منا صعب. أوكي أنا سألت السؤال قبل شوية ما عرفه ويجاوب. أي شنو هي العملة المالية اللي يتعاملون بها الصين؟ العملة المادية يتعاملون بها الصين؟ شو علينا احنا بهم؟ هذا الفضول الزايد. ما يصير هذا الفضول عند العراقيين اصلا. ليش هيك فضولي؟ دائما فضوليين. اي ما يصير نسال هذا السؤال. بس حلو الواحد يتطلع. هاي احس
هذا مو فضول، هذا من باب ثاني اسمه تطلع. هيش يعني شوي اللوف باللوفة، بحجة الفضول نحب نتطلع. هسه شنو العملة؟ ها؟ شنو هي العملة؟ ما أعرف. بالدولار، هو أكثر شيء مشهور الدولار. غششيني ما يصير. راح أعطيك ثلاث اختيارات، لازم مباشرة تجاوبين الجواب الصحيح. إذا ما جاوبتي جواب صحيح لازم أسأل غيرك وتابعين حلقة حتى تعرفين الجواب. تمام. أوكي. العملة اللي يتعاملون بها الصين، هل هي اليوان لو الروبل لو اليورو؟ الروبان. غلط. هاي شاي هدية، هاي شاي هدية، لا تبكين، هاي هدية. لا ليش؟ بالعكس، حلو الواحد شاي. أريد إيش تنتظرين الجواب بالحلقة. تمام، اتفقنا؟ واقفة هنا. لا مو هنا، أنا من تعرض الحلقة. هذه هدية مقدمة من توما العزاوي بجران تمارا بسيد الحليب. بالعافية عليك، تسوين شعرك، أظافرك، وجهك الحلو، وأشوفك بخير وعافية. شكراً. مع السلامة. بحب أشكر اللي هنا كلهم خلوني أشوفك. يعني لمو حمزة كاناني ما صعدت وياك لقاء. أبوها أبوها يعني أنت تستاهلين ترى. بقى كريم يقول لك دينواني، مو قلت لك الله. وأنت إيه كل الفضل إله، هو قال لي أقف هنا. هسه مو حمزة. كليتهم كلهم حمزة وحسن وكادر وفاطمة. كل الكادر وصلني اللي هنا. والله احنا نتشرف. احنا الاشرف. اشلون؟ لنا الشرف. لنا الشرف. انا لازم اغير هاي الكلمه لانه وايد يردون عليها صح. حياك الله، نورتيني وفرصه سعيده. شكرا. ماني هم كلش يعني فرحانه. يعني هسه انتي صرتي، يعني هسه انتي قلنا تعدينا، هذا صار الهدف الخامس. عندي بعد 12 هدف، يعني انتي خلصتيني من هدف كبير. فدوى الوجه. اروح مع السلامه. اشوفك. امين. ماني هم اتمنى اشوفك بخير. روحي انت يا عمري، الله وياك، مع السلامه. شنو هالجمال هذا؟ عليكم السلام. الله يسلمك. الله يخليك. شلونك؟ انسانه ناجحه. الله يسلمك. مؤدبه. شكرا. وعلقت لك باكثر من يمكن من صفحه، ما اعرف اذا وصلت تعليق. اعتذر والله. المهم بس كان التعليق؟ كان التعليق استمري، لا تهتمين لكلام الناس. صح طلعت من بعض المغرضين الناس التعبانة، مع احتراماتي لك، بس لكن صدقي إنسانة ناجحة تستاهلين كل التوفيق وتقدمي، وإحنا إن شاء الله الناس الإيجابيين واقفين بظهرك ولا تهتمين. أنا أتشرف جزيلا إنه ما عندي بعد. فرحتين لأن أنت شاركت وياي ولأن أنت معلق لي بالإنستغرام وجيت تحكي لي. والله علقت بعد ما أعرف وصل التعليق. كل شيء هو وصل بس أنا ما شفته. هاي خمسة ما ينطينا مجال، لازم تصوير تصوير تصوير. ها معذورة. معذورة. معذورة شوي. حقكم بس ربي يوفقكم. استمر. إنسانة ناجحة وإن شاء الله بأعلى الأماكن توصل. ربي لك بالمثل. إنسانة محترمة، خلوقة، مؤدبة. خجلتني. وها يلا أوكي العاد راح أنسحب. خجلت. أنت أخ عزيز. الله يعزيز. وأتشرف بيك وإن شاء الله دائما نكون برنامج يليق بالشاشة العراقية، ودائما هذا حسن ظنكم بينا. تسلم. وقريبين من الشعب. هاي يعني أهم نقطة، إنه أنتم ما طول قريبين من الناس، ناس ناجحين. كل شيء يتقرب من الناس وهموم الناس وتزرعون هاي البسمة الحلوة الخفيفة من الشعر من الكذا. أنا دائما أشوف الأشعار بس. عمري هاي البنية اللي دخلتك دمرتني. زين. الله يعافيك. الله يسلمك. أشوفك. الله يخليك. شكرا. منونة. شكرا. شكرا جزيلا ست فاطمة. شكرا. كلمات صغيرة الله وياك تصنع لك يوم، تصنع لك اسبوعي. جنن مرحبا. مرحبا. شلون زينه؟ شخبار؟ الحمد لله. الله شنو هالجمال يا عمري. يا عمري شلونك؟ زينه. تعرفيني؟ يعني شو اسمي؟ تعرفين اسمي؟ عفاف. يعني انت تعرفين انا اقول عمري بس ما تعرفين اسمي؟ يلا ما يخالف اقبل. لا تعرفين اسمين، مو بتعرفين اقول عمري مو؟ اي شو الحركه؟ عمري انا لبت ولا عمري؟ هي تقول عمري بالبيت. انت تقولين عمري بالبيت؟ شو اسمك؟ غسق مصطفى رباح. شنو رباح؟ غسق مصطفى رباح. اوكي غسوقه. منو سوالك شعرك الحلو؟ ماما. ماما تحبيها الماما؟ اي تحبين ماما اكثر لو بابا؟ ماما وبابا. ماما وبابا. من يعطيك فلوس ماما لو بابا؟ ماما وبابا. حلو العائلتين هاي كريمة. اي زين انت يا صف؟ صف الاول. روضة. ما حافظة
نشيد بالروضة؟ لا حافظة بس الروضة الحلوة. شنو؟ شنو؟ حافظة على الروضة الحلوة؟ اي حافظة. سمعيني، الروضة الحلوة احنا اليوم جينا السيدة الوة سنة عدة جينا السيدة الروضة عارف الوان الروضة. احتاج ترجمة. قصتها هي كلش دغنية يعني. ايش قالت؟ هي قرأتها بعدين بالاخير خطفت. اي يا امي وابو يا حبيبي، هم تتعارك وياك اختك؟ اي يعني ما تشتري لي. زين ليش ما تشتري لها؟ جذابة والله اشتري لها. مو تشتري لك؟ بس تبلل شربايتي. شنو؟ تبلل شربايتي. عزي ليش تبللي؟ ومرات تقول لي جيبي لي مي اني واقفة انكب. وانتي اختك الكبيرة تتسخر لك؟ اي والله عمي مدللة عادي تتسخريني؟ اي عادي تسخريني. شلون؟ انتي عمتها؟ اوكي هاي منو باي علي؟ هاي منو هاي؟ عمة استبرق. عمة استبرق، غير تقولين الاسم الثلاثي اقول لك، عمة استبرق تحبيها لو لا؟ اي تشتري لك لو لا؟ اي سوي لها قلب، سوي لها هيك عنياك. الله شلون قلب حلو هذا. شو تقولي للعمه؟ نقولها احبك لو ما نحبك؟ احبها. لا تحبيها، اعطيك الف ولا تحبيها؟ بس شويه احبها. شفتي بالف باعتك صارت شويه. عندها نونو. عندها نونو؟ اي وين نونو؟ شو اسمه؟ اسمه يوسف. الله شلون اسم يا عمري، تقومي بالسلامه ان شاء الله راح تصيرين ام يوسف. الله يحفظ لك يا ربي. هي الحمد لله فضحت العائله، اسرار العائله عرفناها، عرفنا عمتها راح تصير ماما، عرفنا انه هي بالروضه، عرفنا اسمها الثلاثي، عرفنا اختها تكب الماء على الشربايه، بعد شنو؟ بس احنا باقينا العنوان وسند البيت، ها هي كل شيء. زين تحبين اكثر اهل ماما ولا اهل بابا؟ اهل ماما. اهل ماما وعمه واكبا يا عمه راح تتخربط. وأهل ماما اسمها العمة استبرق. وأهل ماما واسمها عمة استبرق، يعني تحبكم وتحب أهل ماما، أوكي تمام؟ إي يلا تراضينا الحمد لله. أنت يا صف؟ أنا رحت صف أول متوسط. ما شاء الله، إيش قد كان معدلك بالسادس؟ 92 من 17. يا عمري ما شاء الله، حلو إن أنت شاطرة. إي شاطرة. إي ناوية تطلعين إن شاء الله؟ بعدني ما مقررة لا دكتورة ولا مهندسة. يا ربي تطلعين وتتخصصين بالتخصص اللي أنت تحبيه واللي يليق بيك وبشخصيتك. شكرا. قدوة لعيونك. زين اكو نصيحة دائما ماما تنصحها لك؟ تقول لي اقرا ما يهمك الا مستقبلك. والله صح. ايه لا يهمك شيء غير مستقبلك. صحيح. زين شو توجهي لها كلام الماما؟ انا احبها لامي لان هي يعني اكيد تعبت علي وقررتني، حتى هي من كانت مريضة كانت تقرني. حبيبتي صحة وعافية ان شاء الله، الله يحفظ لك اياها. اسألي سؤال؟ حمزة اعطينا سؤال رياضيات. شو اسمه يمه؟ اسال السؤال اللي سالته قبل كم حلقه. سؤال يقول 25 في 5. هسه بس خليني افكر. يلا اوكي عدش للعشرة. ها ليش تغششيها؟ ليش تغششها؟ ها نتعارك؟ نتعارك لو لا؟ اوكي يلا 25 في 5. خمس اذا 5 في 5 25، 5 و2 على التسمية. 5 25 هي؟ خمسة قلتها طلعت 25. 5 في في 2 10 1 و5 15 يطلع 155. 155. خمسة 155. شفت نظرتها؟ اي 25. 25 50 75 100 125. ودايخة عذرين انا يعني استحي. هالشون بالله هالشون استحي يعني هسه نستحي غير نحسب. اي حسبت يعني زياده 25. اي ايش دعوه مو؟ اي ما نختلف. لا ما نختلف. اوكي هذه هديه تنطيها الماما، كورس تعليمي من لايف كوتش رسل صباح بتطوير الذات والعلاقات الانسانيه عبر الاونلاين، تتواصلين وياهم بالف عافيه. تسلمين. مع السلامه. يلا باي باي. نشوفكم بخير. باي باي غسو. باي باي. شفت اخذتي الهديه ما شفت. باي باي يا حلوه، اعطيني بوسه. فدوى لوجهك. مشاهدينا الكرام احنا مستمرين وياكم طول الايام اللي جايه والحلقات الجايه. يا عمري خوات
نفس الخدود والله. احنا مستمرين وياكم على طول، راح تكونون ويانا بحلقات مستمره على قناه الفلوجه الفضائيه. يمكن دائما تطلع ويانا اللقطه ركيكه لانه اكو تجمع من الناس يجنن. انا اتابعك بعد، روحي اللي تابعني يا امي في دول وجهك. فيعني احنا نمون عليكم لانه دائما جمهورنا يمون علينا، فتشوفوه على طول موجود ويانا. يا عمري تنتظروني بحلقه جديده على قناه الفلوجه الفضائيه. يا أمي يا ربي مدى قومها يا عمري. أتمنى الكلام ما يوصف مرات، مو كل الحكي يلم المشاعر يقدر. يا عمري والله وصلنا، وأتمنى أطلع وياك كل مرة في دول وجهها الحلو. مشاهدينا الكرام، كنت وياكم أنا فاطمة قيدار، شكرا لرعاة برنامجي وتحديدا معمل الشياو، وشكرا لكل متابعين حلقاتي على قناة الفلوجة الفضائية. تعالوا منا أنا يمي حتى نطلع كلنا ويا حمزة. عافية، يلا نباوع على حمزة. شكرا لك حمزة، شكرا لك حسن وأيضا كريم. شنو رأيكم تختمون وياي؟ يلا قولوا انتظرونا بصوت عالي. باي على حمزة، باي على حمزة، بس باي على حمزة. عفية، يلا قولوا انتظرونا، انتظرونا على قناة الفلوجة. هاي شنو مدى اسمع انت والله ما علي، لا تعيدوها وياي. يلا قولوا انتظرونا، انتظرونا على قناة الفلوجة، على قناة الفلوجة الفضائية، الفضائية. صوت عالي برنامج، برنامج حظك حلو، حظك حلو مع فاطمة قيدار، مع فاطمة قيدار. يلا باي باي جماعية، باي باي جماعية. سياو، أجود طعام ومواصفات عالمية وبجهود محلية.